لكن اللي بتحبيه هيفضل زلك ان انت بتحبيه مش هتقدر تستغنى عنه، فهيديك على راسك وتقولي حاضر عشان بتحبيه. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن المشاكل الاسريه، ومهم جدا ان كل اللي بيشوفني يستفيد من الموضوع اللي هنتكلم فيه. لما توصل العلاقه بينك وبين زوجتك لطريق مسدود، لازم تعرف ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني ما تحاولش ان انت تستمر في علاقة انت عارف ان هي مصيرها في النهاية الفشل طلاق. فانت ليه اصلا بتستمر وانت عارف ان الموضوع هينتهي بالطلاق؟ المفروض خلاص مدام الحياة بينكم اصبحت مستحيلة. طيب واحد يقول لي طب ايه ليه مستحيلة ليه؟ اقول لك نبدأ الموضوع من الاول. امل مختار واحدة عايزة تطلق من جوزها، عايزة تطلق من جوزها رغم ان جوزها ثري جدا، عنده بدل الشقة شقة واثنين وثلاثة، عنده شقة في التجمع الخامس، عنده مصيف في شرم الشيخ، ثري جدا. طب انت عايزة ايه؟ عايزة تطلق اصله هو بيتاجر في المخدرات، وانا ما عايش مع واحد بيوكلني من الحرام. كلام جميل، كلام كويس جدا، اشجعك عليه واقول لك برافو، انت انسانه محترمه يا امل، علشان مش عايزه تعيشي مع واحد اكله كله حرام من تجاره المخدرات. طيب انت ايش عرفك ان هو بيتاجر في المخدرات؟ طب عن الفلوس ده كلها بيجيبها منين؟ هو كل واحد معاه فلوس يبقى تاجر مخدرات يا امل؟ ايوه اصل ده فلوس كتيره خالص، ده بيجي بشنط معاه فلوس. طب ما انت عارفه ان جوزك تاجر وانت متجوزاه، وانت عارفه ان هو غني، وعارفه انه عنده عربيه احدث موديل بي ام دبليو، وعنده وعنده وعنده. قالت لا انا عارفه انه مخدرات. هو قال لك؟ قالت لا هو ما قالش. او مين اللي قال لك؟ ابن خالتي. ابن خالتك؟ ايوه ابن خالتي، اسمه عماد عمره. عماد هو اللي قال لها جوزك بيتاجر في المخدرات، مفيش حد بيكسب المكاسب ده كله، ومفيش حد عنده الخير ده كله غير لما يكون واحد بيتاجر في المخدرات. وانت صدقتيه؟ ايوه عماد ما يكذبش عليا. طيب ايه اللي حصل يا امل؟ قال لك انا لازم اطلق، هو مش عايز يطلق، الناس له بيحبني. طب كويس، يا بخت اللي يلقى ده. بيقولوا في المثل ايه؟ خد اللي يحبك وما تاخدش اللي بتحبيه، لان اللي بيحبك يفضل طول عمره تحت رجليك، لكن اللي بتحبيه هيفضل زلك ان انت بتحبيه مش هتقدر تستغنى عنه، فهيديك على راسك وتقولي حاضر عشان بتحبيه. المثل بيقول خد اللي تحبه وما تاخدش اللي تحبيه. تريتها هي بتحب عماد ابن خالتها، وعايشين قصه حب، والراجل نظر انه مشغول في تجارته ومشغول بجمع المال. العلاقه كانت بين الزوجه امل وابن خالتها، ولا بيقابلها في البيت من غياب الزوج، والحياه لغايه ما وصلت لمرحله ان هي مش قادره تستغنى عن ابن خالتها. طب ما كان قدامك من الاول، لكن تقول ايه بقى في الستات؟ مش قادره تستغنى عن ابن خالتها، عايزاه معاها على طول. قالت له لا انا لازم اطلع عشان اتجوز. المهم الزوج قال لها طيب انت ايه اللي يرضيكي؟ قالت له انت فين فلوسك؟ انت ما بيستبش فلوس في البيت ليه؟ قال لها فلوس اللي انت عايزاها خديها، عايزه 1000 2 3 4 خدي اللي انت عايزاه. قالت له خلاص انا عايز اعزب من الحته دي. ليه عايزه تعزب ليه من الشقه؟ قالت له اصل في شباب بيستنوني تحت وانا نازله بيقعد يعكسون. يا ستي قولي لي عليهم وانا ابعت رجالتي اي حد. قالت له لا انا مش عايز اعيش في الشقه دي، بيعها وهات لي شقه في اي حته تاني. قال لها عندي بدل الشقه 10. حاضر يا ستي نبيع الشقه، اقول لك نقفلها. وقالت له لا لازم تبيعها. الراجل استغرب، قالت له اصل انا مش عايز افكر العيشه اللي انا عشتها هنا، ولا العيال اللي بالشباب اللي بيعاكسوني و و و. حاضر. راح باع الشقه جابت له 350 الف جنيه. قالت له ما تحطش الفلوس في البنك بقى، مش كل اجي اقول مش كل شويه عايز اقول لك هات جنيه هات 10 هات 100 هات 1000 تقعد تقول لي هتبعت لي واحد بالفلوس، لا انا عايز الفلوس تبقى في البيت. قال لها 350 الف جنيه كل ما تتملى اهم في البيت، لما تعوز الفلوس الست خد زي ما انت عايز. ماشي هنسيب الشقه امتى؟ قال لها الراجل اللي اشترى الشقه هياخدها بعد اسبوع. قالت له خلاص ماشي. في الوقت ده كانت مرتبه مع ابن خالتها عماد
ان هو يجيب لها منوم تحط الجثة في الشاي. بالفعل جاب لها المنوم، حطت لزوجها في الشاي والراجل نام، رغم انه قال لها خد الفلوس اللي انت عايزاها. يعني هو قال لها 300,000 اهي في الدولاب، بدل ما انت محرجه مني كل شويه تقولي هات 1000 في 2 في 3، انت مش عايزه كل شويه تطلب فلوس، الفلوس في الدولاب خدي زي ما انت عايزه. يعني الراجل قال لها كده باعترافاتها هي. نيمت الراجل وراحت بعت لابن خالتها في التليفون جالها خد الفلوس وامشي. انت خد الفلوس ومشي، وقعدت هي عملت نفسها نايمه جنب الراجل. قام الزوج الراجل عادي جدا قال لها عايزين نرتب الشنط بقى ونرتب حاجتنا عشان بقى بدل ما نقعد الاسبوع ده من تكره الشقه روح نقعد في الشقه الجديده في التجمع الخامس، ويسيبك من الشقه دي خالص لغايه ما صاحبها يستلمها بكره ولا بعده مش اشكال. قالت له حاضر. الراجل دخل بص ما لقاش فين الفلوس. قالت له فلوس ايه؟ قالت له الفلوس كان في الدولاب. قالت له موجوده في الدولاب ما حدش خدها. حدش خدها؟ فتحت الدولاب حبت تعمل فين؟ الفلوس السرقه. قال لها السرقه ايه؟ الفلوس انا داخل بيها، احنا ما كناش غير لقمه، مفيش غير انا وانت بس في البيت وانا نمت، انت اللي خدت الفلوس. لقت نفسها ان هي ان الزوج اكتشف سرقه الفلوس بعد يمكن يا دوبك بعد ساعه او اتنين بس من غياب الفلوس. هي كانت نفسها ان توعد يوم او اتنين لانه قال لها هنقعد في الشقه اسبوع لغايه ما الراجل اللي اشترى الشقه هياخدها. انكشف تعمل ايه؟ بصت حواليها لقت مفك. مفك تخيلوا بقى راجل بيبادلها بالحب وبيقول لها الفلوس عندك اللي انت عايزاها واشترى لها شقه جديده وبيع الشقه دي حاضر، ما كانش متوقع. وراحت خبطه المفك في صدره وسابته غرقان في دمه، واتصلت بابن خالتها الحقني انا قتلت زوجي جوزي هات العربيه وتعالى خدني. بالفعل هو كان مجهز لها شقه خدت بالك وفارشها من كله عشان يعيشوا بعد ما ايه تتطلق من الراجل ويعيشوا بيه فيها. الحاجه الغريبه هي كانت بتقول ان هي عايزه تتطلق علشان ما تعيش من فلوس واحد بتاجر في المخدرات، يعني واحد عايز تعيش بالحلال قوم تسرق جثه وتضربه. طيب الزوج طبعا لما هي هربت فضل ان هو قدر ان هو يفتح الباب ويستنجد بالناس ودوه المستشفى والحمد لله ربنا كرمه وتم شفاه. الناس في الشارع بيزوروه فبيحكي له قالوا له يا عم انت زعلان ليه؟ احمد ربنا ده ما خلتش واحد من الشباب في الشارع الا كان بيطلع معاه عنده وانت غايب، وكنا محرجين نقول لك انت راجل محترم، وكان في واحد قارفه كان بيطلع كل يوم والتاني عنده. عشان كده كانت بتقول له انا عايز اعزل من الشقه ومش عايز اخلي الشقه خالص عشان تمحي اي اثر للكلام حتى لو بعد ما اتطلقت، لان كانت عارفه يوم ما تتطلق ان جوزها كان هيعرف كل الكلام ده لو هو فضل مستمر في الشقه دي. فكانت مصممه تبيع الشقه عشان بعد ما تتطلق الزوج ما يقعدش فيها ولا تنقطع الصله بيها ومحدش يقول له على تاريخها القذر. تالتها كانت لها علاقات مع شباب كتير جدا من الشارع، ده غير ابن خالتها اللي كان بيطلع لها. طيب بيدوروا عليها وبيدوروا على ابن خالتها مش عارفين يوصلوا لهم لغايه التحريات، لان دايما في معلومه شرطيه بتقول ان دايما المتهم بيحوم حوالين مسرح الجريمه. كان دايما ابن خالتها يروح يتطقص الزوج ايه اخباره ايه؟ هو مات ولا ما ماتش؟ هو في المستشفى طلع ولا لسه؟ طب هو ايه الاخبار؟ طب محدش عارف حاجه عن مراته؟ الكلام ده اثار الريبه في المنطقه، انت مين؟ وبتسال عليه ليه؟ وايه الموضوع؟ هوب الشباب فيه مسكوه اتقبض عليه ابلغ عن بنت خالته كانوا عايشين في شقه واخدها هو فارشها بعد ما صرفوا من الفلوس 75,000 جنيه. شفتوا الزوج لما ينشغل بالمال ايه اللي بيحصل؟ شفت الزوج لما تبقى حياته رقم واحد فيها جمع المال على حساب بيته ايه اللي بيحصل؟ فضل يجمع في مال وفي تجارته واهمل زوجته، اتعرفت على الشباب وتعرف وخلي ابن خالتها كان بيطلع وكله قاعد بيمارس معاه وهو همه جمع المال. نفعه المال دلوقتي اصبح موصوم بزوجه خاينه وهو كان هيتقتل وهي دخلت السجن وابن خالتها دخل السجن. ادي نتيجه ان كل زوج ما ياخدش باله من مراته وياخد باله بس من جمع الفلوس. ماشي الرزق وجمع المال مهم، بس اهم شيء اهم من جمع الفلوس تاخد بالك من بيتك، بيتك رقم واحد، بعد كده جمع المال عشان تقدر تصرف على بيتك، مش انك تجمع المال وبعد كده تفكر في بيتك يا هو البيت اتخرب. نفعك المال؟
لكن لو كنت بقى اهتميت ببيتك كان بيتك هو اللي نفعك، حتى لو خسرت المال كنت هتلاقي الزوجه اللي تقف جنبك، لكن دلوقتي انت ما لقيتش حد خالص. ادي نتيجه جمع المال.